انا زهقت من ام الالعاب اللي احنا بنلعبها دي. امبارح لعبنا لعبه وطلعت انا الخسران. المهم دلوقتي ان هم بيجهزوا احكام هيحكموها عليا، وانا المفروض هختار من الاحكام دي حكم. يعني مثلا اختار من سندريلا حكم ومن صيف حكم، ولو صيف عجبه الحكم بتاع سندريلا هيتنفذ عليا، ولو سندريلا عجبها الحكم بتاع صيف برضه هيتنفذ عليا. فبدل تعمل لايك تشترك في القناه، كمل المقطع لحد اخره، وهتلاقي لينك قناتي الجديده في الديسكربشن. دي القناه هتكون معايا على طول لما تخلص المقطع ده لحد اخره، وتاكد ان انت تكون عملت لايك. اتمنى تروح هناك تشترك وتفعل زر الجرس عشان نوصلها هناك ل 10000 مشترك في اقرب وقت. انا داخل اللي هو لصيف وسندريلا، وربنا يستر. يا صيف يا صيف ايه انت جهزت اللي انت هتعمله فيها يا صيف؟ اه يعني ما ينفعش ترحمني؟ ما ينفعش؟ لا ليه؟ يا سيب ده انا دايما بقول ان انا بحبك وان انت بتحب سوها. لا يا عم انا بحبك. يعني انت بتردها لي يا اسطى؟ بتردها لي؟ ماشي انا مستنيكوا بره بقى يا رجاله. ماشي ان شاء الله هتكون احكام خفيفه. ان انا مثلا ممكن اعمل لهم الاكل النهارده، ادفع لهم حق البيتزا، الحاجات اللي هي اللي انتوا عارفينها على العروسه دي. بس اكيد يعني مش هشتغل حرامي. بس اول حكم ليك اهو مع سندال. بص انا هنفذ من البدايه كده اي حكم اي حكم، بس لو خليتوني حرامي مش هشتغل الشغلانه دي، مش هينفع. لا كله يا باسم الا السرقه. لا تفهم من بقك. ماشي انا هشوف كل الاحكام. ماشي تختار واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ بصي خير الاموت اوسطهم، يعني اختار اللي في النص. اتنين. امسك. ايه ده يا رب الحكم يكون خفيف. وانت سيف. وانت لا ما تقدر الحكم بتاعها. لا لا شوف الحكم بتاعك الاول والنبي. لا معلش. طب يا رب. لا لا والله لا لا ما تقدر الحكم بتاعها. ايه هتنضف البيت والمواعين؟ يعني اغسل يا نهار السويد، واعمل كمان الاكل. ايوه بس على قد كده. بس هو حكم برضه مش الجامد، بس هيعذبوني اليوم كله. مش مشكله. ماشي ماشي انا موافق على الحكم ده. انت موافق يا سيف؟ لا. ايه ده؟ اختار واحد ولا الثالث؟ انا بحبك يا سيف، انا بحبك. هختار اربعه. خد. ايه ده؟ انت في اربعه بجد؟ يا ليه كده يا سيف ده؟ ليه كده؟ ده انا بحبك يا سيف. لا مفيش. محكوم عليك تفضل طول اليوم في الشارع وتاكل وتنام بره. حرام عليك افضل طول اليوم في الشارع يا نشحت. اه يا مفتري يا بنت المفتريين. ده سندريلا طبعا انت مش عاجبك الحكم ده يا حبيبتي. ها يلا قدامي. لا 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 سيف تعالى انا وانت نتفق. تعالى اكيد اكيد هيتفقوا ان هم يشغلوني جوه في البيت بقى. حبايبي دول حبايبي يا حبايبي. احنا اتفقنا ان انت هتشتغل شحات. لا 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 حسبي الله وانا اشوف في كرشك ده يوم اشوف فيك يوم. دلوقتي يا جدعان حكم عليا ان انا اشتغل شحات. تعال نطلع الموهبه العبيطه المدفونه جوايا. طبعا انا هشتغل شحات، يعني انا ما عنديش الموهبه، بس انا كنت بتفرج على تيك توك. يا ترى اشتغل شحات على تيك توك؟ حلوه الفكره دي، اشتغل شحات على تيك توك. كبسوا كبسوا كبسوا، يلا يا شباب يلا كبسوا كبسوا كبسوا، عايزين نوصل 5000 تجميزه. كبسوا كفو عليك، كفو عليك يا ابو احمد، كفو عليك كفو كبسوا. يلا يا شباب يلا كبسوا يلا كبسوا. ايه رايك بقى شغال شحات اهو؟ يلا كبسوا. اه اسد 7000 جنيه. كبسوا يلا كبسوا. ايه رايك في الشغلانه دي؟ مش هينفع؟ لا حرام عليك حرام عليك يا عم المفتري. اول حاجه فين الدقيق اللي هم بيقولوا اللي هم هيتشوه بسببهم؟ لا ده اول حاجه. لا يا عم مش عايز القرف بتاعهم ده يا عم. انا مش انت بس مش كنت هيبقى دقيق بايظ. مش انا مش لا لا مش انا اللي هين نفسي واذل نفسي وبعزق كرامتي كده واروح اشحت. مش شغال الشغلانه دي ابدا. مش شغالها. بص يا يا رب تلاقي واحد كده يكون غني وماشي في الشارع. انا هحاول اشحت منه. بص انا هحاول ان انا اشحت بقى ان انا شحات نظيف واشوف هم ممكن يدوني كام بقى. الناس اللي يا ترى في ناس في المدينه فين انا امشي كده ولا امشي كده ولا امشي كده ولا امشي كده؟ امشي يمين ولا شمال؟ اليمين مفيش حاجه. امشي ايزي ماني ايزي ماني والحياه جابها طعمها هاني. ايه الصوت ده؟ ايزي ماني. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك انا مش من هنا، وكنت راكب القطر والمحفظه اتسرقت مني والفلوس اتسرقت مني والبطاقه وقعت مني، وانا اصلا اعرف يوتيوبر. البطاقه بتاعت التموين وقعت مني ومش معايا اي فلوس اروح. ممكن ابعد يلا ابعد يلا ابعد يلا طريحتك دي ابعد ابعد. ده تقريبا افتكرني شحات. يا باشا انا اصلا مش شحات. انت مش شايف لبسي عامل ازاي؟ انا اصلا محترم. امال انت ايه اللي حصل لك؟ طيب ايه اللبس ده؟ ما انا بقول لحضرتك فلوسي وقعت مني والمحفظه اتسرقت. انت اخر مره استحميت امتى؟ انا لسه مستحمي امبارح. انت كداب. والله العظيم لسه مستحمي، كملتش كتير. حرام عليك. كملت كتير؟ اديني حاجه. عايز كام؟ اي حاجه روح بس.
100 دولار ولا روح حاجة. اسحب من الفيزا كارد بتاعتي هديك رقمها وتروح تسحب اللي انت عايزه. ربنا يخليك بس يا باشا انا مش بعرف اسحب منها ولا اي حاجه في جيبك. اي حاجه فك اي حاجه اي حاجه انت عيل عبيط. اي حاجه طيب في جيبك اي حاجه. طب استنى ماشي يا طب ممكن ثواني بس واجي لك تاني دقيقه وجاي لك على طول. طب استنى بس تاني اشحت منه ايه هاي بص هرقص يمكن الفلوس تقع مني. ترقص الفلوس ازاي؟ الفلوس تقع منك وانت بترقص انت يا عم ده الفلوس تشخلي الكلى في جيبي. طب مش بترقص انت بترقص دماغك وقع جنيه. ايه ده يلا ايه ده يا عم ده جنيه ده هيشغلني ايه ده امسك خلاص يا عم امسك رز يلا يا عم بقول لك انا مش شحات بقول لك انا مش شحات. امال انت ايه بلطجي يا عم بقول لك المحفظه. طب بقول لك على حاجه اديني رقمك يا دكتور يا دكتور تعالى دلوقتي يا ابني انا محتاج اروح بسرعه على المستشفى. والنبي يا دكتور يا دكتور والنبي 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 يا دكتور والنبي انا مش من هنا انا أيوة بص انا ساكن في اسكندريه وجيت هنا اصيف عندكم في القاهره فالمحفظه وقعت مني اتسرقت. اول حاجه القاهره ما فيهاش بحر يبقى انت كذاب انت كذاب خلاص انا هنهار اسود الناس دول كشفوني انا مش لازم اقف للناس دي تاني. خد تعالى خدها عشان طيب خد اديله حقنه يا دكتور اديله حقنه يا ربنا يسلمك يا نهار ابيض انت ال 32 دايموند ده يا جدعان. قول لك ايه قول لك تعالى اديله حقنه يلا يلا عبيط انا مش شحات وليانا اسود ده بجد لازم نخش السخافه يا مس ومش عارف مكان هنا بس الحمد لله. اروح بقى اشوف لي بقى ناس كتير اشحت منهم ولا اشحت ليه مش هم ليهم في الاخر ان انا يكون معايا 120 دايمونديه او 120 من اي نوع فلوس. انا ممكن اروح اشتغل عند واحد غني يديني فلوس كتير واقول لهم ان انا ايه اشتغلت شحات هم كده كده مش يعرفوا عني حاجه. كان في واحد في اخر الشارع هنا على اليمين راجل غني ومعاه فلوس كتير واعتقد هيرضى يشغلني عنده بسهوله ومش هيطلب مني اي حاجه. كمان بقى ايه راجل يعني راجل غني بس مشكلته يعني هو مش حاجه عيب ولا انا بحب الناس الفلاحين دي بس بقى هيقعد بقى يتعبني جامد ويقول لي بقى انزل بقى ايه لم القمح ده كله والقمح ده كتير وهيديني بقى ايه الحاجات بقى الاكس والحاجات دي وانا اصلا ظهري بيوجعني منها. يلا بقى انا استنى هنا السلام عليكم انا استنى هنا ايه ده الصوت ده الصوت ده في صعيد صغير جاي ولا ايه؟ انا لسه الدرج الكبير جاي يضربني. السلام عليكم السلام عليكم ازي حضرتك يا حضرة البشباش حضرة البشباش حضرة ايه؟ حضرة الراجل اللي بيلعب في الجيم ده اسمه ايه؟ حضرة يا عم عضلات بص حضرتك انا شفت اليافطة اللي انتم حاطينها في التلفزيون وانا بقرا الجورنال على التليفون على الراديو فحضرتك دلوقتي انا شفت ان انتم عايزين ناس تشتغل وهتدفعوا 20 مليون جنيه في الشهر. ده 20 مليون جنيه ايه ده؟ انا بشتغل بقالي 7 سنين ما جبتهمش اصلا. انت بجد ولا بتهزر؟ بتكلم بجد. طب ممكن اطلب منك طلب؟ بص يا ابني احنا في الشهر يا بنتي بالظبط 200 دايموندات. قول والله. والله؟ طب خد بص كمان خد كمان لو لقيتك كويس معايا ممكن لو لقيتك كويس وشغال كويس ممكن اديك كل اسبوع 100. قول والله ابوسك بقى ابوسك. لا يا عم ابوس هبوس يعني هبوس. يا عم لا. طب انت عايزني اشتغل ايه بالظبط؟ اشتغل حرامي؟ لا استغفر الله استغفر الله مش انا اشتغل حرامي مش عايز اشتغل يا عم اسرق بنك استغفر الله العظيم يا عم خلاص حضرتك انا بهزر معاك حضرتك انت ظابط؟ اه طب انت ظابط مظبوط؟ خلاص انا اسف معلش تعالى اول حاجه تعالى اشرب شاي بمخ العضلات لا يا عم هات لبن لا مفيش شرب تعالى فوق مفيش هجيني والنبي يا باشا يا مش محدش حد تحت محدش حد تحت محدش حد هجيني والنبي يا باشا والله انا يا عم هات انا ايه ده لا هات تاني هجيني والنبي يا باشا انا اخش حياتي هجيني استنى طيب طب استنى بس استنى خد يا عم 20 جنيه اهو معلش بس ممكن 30 زيه عشان اجيب بامبرز العيال ايه ده؟ ده هيديله خلاص يا عم ده شحات بيك حضرتك انا هشتغل ايه عندك؟ تعالى تعالى نتكلم فوق اشمعنى نتكلم فوق في هوا فوق في تكييف؟ بص تعالى ندخل اتفضل اوضه النوم؟ اه كده في البلكونه طبعا تعالى خد لا يا عم ايه يا عم ده؟ تعالى نتكلم هنا والله ابدا والله ابدا مش جاي مش جاي خد تعالى خلاص يا عم نتكلم في الشارع مش طالع بيت عندك تاني انا مش طالع بيت بص يا سيدي دلوقتي انت هتاخد اكس تمام وتعالى كده ايوه انت ازاي ده؟ هتعملوا امري الله الله يرضى عليك هتعملوا كل في اليوم 5 مرات تستنيش ازاي ايه يا عم ده يا عم ايه اللي خصوص مرات ده يا عم بعد ما تعملوا 5 مرات هتروح تبيعه للقريه اللي في اخر الشارع وكل ده 100 دايموند ده بس في الاسبوع اه
يا ابن النصابين ده انت بتقول ايه؟ لا طبعا بهزر معاك. انت هتعملوا مرتين في اليوم؟ ايوه. لما تخلصوا هتروح تديهم للطيارة. ماشي انا موافق، لو كان كده الشغلانه دي سهله وبسيطه، يعني مفيش متكل. خد بقى الحاجه دي، مفيش متكل. ايه متكل؟ هروح اشتري لك متكل وجاي. والله العظيم ده راجل محترم بجد، وعليا النعمة راجل محترم. بدل ما اشتغل شحات اشتغل، وانا ممكن اشحت منه. ممكن اشحت، بس هتبقى يعني زي نصبايا، بس نصبايا ايه؟ عشان التحدي، بس عشان التحدي. ممكن لما اخلص التحدي اجي ارجعهم له على فكره. ممكن، مش عارف والله. عندي واحده ممكن لما اخلص التحدي اجي ارجعهم له. بس ايه يا اسطى؟ ايه عليك؟ عارفك عندي واحده ايه هتروح لك فيها بنزين، وخد عليك فيها موسيقى وراك. هتيجي فيها بنزين؟ ايه يا عم انت حالتك بنزين؟ بقول لك ايه، انت شكلك راجل. ايه ده؟ دي بتاعتنا؟ بتاعتنا؟ بس اسمع لي لما اسالك على الاخر. الله الله جامد جامد. لا هشتغل الشغلانه دي بقى عندك على طول. تمام، ربنا يسامحني على السرقه اللي انا هسرقها لما اجي اعمل التحدي. اقول له بقى ان انا ايه بقى، ايه تبقى شحاته ونص نص بنفس الوقت. ايه بقى هقول لك دلوقتي؟ انا مثلا اروح اقول له ايه، ان انا مثلا سندريلا مراتي مثلا، مثلا يعني ان هي بقى ايه، ان هي مثلا ايه ما عندنا ايه مثلا، هي تعبانه مثلا، وانا عايز فلوس اوديها للدكتور، وانا اصلا هي مش تعبانه، واروح واخد منه بقى الفلوس. انا كده شحات، شحات نصاب، نصاب شحات، شحات ابقى نصاب شحات. هبقى حاجه حلوه، هبقى حاجه حلوه في التحدي. بس ده ما ينفعش في الحقيقه. انا شكلي هيبقى وحش قوي بعد التحدي ده. انا شكلي هيبقى وحش، اهلي هيضربوني، مش عارف اعمل ايه دلوقتي. بس لا، بس لازم اخلص التحدي لحد اخره، عشان انا راجل وقد كلامي. لما اخلصش التحدي لحد اخره، سندريلا هتنزل بقى على الفضائيات والتيك توك واليوتيوب، وتطلب بقى ان انا مش قد كلامي. لا 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 لا، مش انا يا حبيبي. خلصت شغل النهارده، اخلص بقى الحبه اللي في الشمال دول واطلع على القريه، وربنا يستر. يا سلام كده الواحد يتلاقي واحد جاي يمين ولا شمال، اشحت اشحت من الناس اللي في الكاري. هتلاقي في كراوين كتير هناك ممكن يديني فلوس، ممكن. بس انا خلصت الحبه دول، مش هعمل حاجه تاني، هروح ادول للكاري وخلاص. يعني انت راجل مقرف، مفيش اكل اي حاجه. طب بدل ما انا تعبت كده طول اليوم وما ادونيش حاجه خالص، ما ادونيش حاجه. ماشي، فين الكاري اللي قال لي قريبه دي؟ يا عم القرف اللي انتوا عاملينه ده الشفاطات دي ولا ايه؟ شفاطها بقى ده؟ التبان ده، البند ده بيلمح ان في قريه قريبه من هنا. ده في جزيره، ده الجزيره دي هتلاقي بتاعت ناس اغنياء مالناش دعوه بيها. عايزين ناس تكون ايه، تكون ناس غلبانه كده ويرضوا يدوني فلوس. يا ترى تلاقيهم فين دول؟ هتلاقيهم فين؟ هنا مشينا طوال، يمكن هتلاقي قريه قريب، او ولان هو ما ادانيش اللوكيشن بتاع القريه، او ما عرفتش مكان. والله العظيم ما تلاقيش حاجه، ما تلاقيش حاجه. هرجع للراجل ابن التحنيك ده تاني. انزل يا عم، مش بتلاقي حد في ام القريه. ايه يا عم؟ بص يا عم، مش متلاقي. بص دول اللي جمعتهم النهارده، وبص اليوم بتاعي خلص كده. اليوم ما خلصت لسه، والله مش قادر بقى اشتغل تاني. بقول لك ايه، مراتي تعبانه دلوقتي، مراتي تعبانه وعايزه اوديها للدكتور، ومعيش اي فلوس. يعني ممكن تساعدني؟ عشان تعرف انا بحبك. بس انا محتاج محتاج 120 دايما عشان خاطر اوديها للدكتور. ايه ده؟ انهي دكتور ده؟ الدكتور البهايم اللي في اول الشارع. يا عم استنى، اتصلك باحلى دكتور بياخد. لا خلاص خلاص خلاص، انا هتصرف، انا هتصرف. هتسيب الدكتور بجد؟ هي عايز يقفشني ابن اللذينه ده ولا ايه؟ لا مش انا اللي هتقفش، انا هعرف اظبط نفسي. انا خلاص بقى يومي خلص، واشتغلت شحات، اطلع انام بقى براحتي. انزلوا انزلوا يا عالم محنكه اللي عرفتوني في عيشتي منكم لله. نايمين دي، نايمين والناس نايمين. تعالى لي انا وراك. وسعي يا ستي بقى، وسعي. اطلع يا باشا باسم، اصحالي اقسم بالله العظيم. دي انت نهارك. بص يا بنتي والله، وانا ما كنت انزل تحت. انزل لي، كنت بشتغل. بصي جمعت دول النهارده اهو، كنت شغال شحات وجمعت دول. انا شفتك. يا نهار اسود، شفتني انا بشحت؟ شفتني؟ لا 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 لا، شفتك وانت بتشتغل وراكب الايه موتوسيكل ده. احنا انت مش بتركبه وانت غني، بتركبه وانت فقير. يا اخي انت منتن. بقول لك ايه، بيني وبينك بقى ما تقوليش ليوسف، عشان خاطر سيف لو عرف هيقعد بقى، يقعد بقى يزعق. باسم ايه؟ ما انا مش عايز اصدمك. قلتي قلتي قلتي. لا لا، انا وسيف اجرنا بيت عشان نراقبك. الله 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 الله، ده انتوا عيلة خلاص. لا لا لا، انت فاكر كده خلاص؟ لا تعالى بس عشان انت هتغسل المواعين. لا لا، والنبي والنبي حط امك خلاص. والله ابدا. طب بكره، طب يوم تاني، يوم تاني، يوم تاني. يعني انا مفترية. يا سيف انزل، يا سيف انزل. طب بص انزل، تعال هنضف الشقة، مش هغسل المواعين. لا لا لا، اغسل المواعين باسم، اغسل المواعين. طب هاتي 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 الكوبايات اللي حطت مية. لا 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 لا، انت هتغسل المواعين. بص يعني الواحد يبقى نايم وتلاقوا وبعدين بتزعقوا بقى ايه؟ معلش بس النسب في التحدي. بتزعل ايه؟ طالع اكمل نوم. طب انت هتنام في بيتنا ولا احنا في بيتكم ولا؟
احنا في بيتكم. يلا يا بارد يلا. الله اكل ايه ده يا عم؟ اكل ايه ده بفلوسي؟ ده الاكل ده بفلوسي. لغ يا ستي حريه زي ما انت عايز. لغ لغ. اه دلوقتي سيب بقى حبيبي. خلاص بقى انا البيت ده ما بقاش يناسبني، اروح بقى اتجوز لي واحده، لان بصراحه كده انا تعبت. يعني انا مش هفضل اتعب نفسي عشان خاطرك يعني. باسم وهتجيب منين فلوس البيت؟ اه صح انا معيش فلوس. هنيجي نعيش في البيت هنا معاكي يا حبيبتي. يعني اه باسم، طب انت ناسي ان البيت دوت انت كنت كاتبه باسمي؟ ايه ده؟ انا باسم انت مش هتعتب البيت ده النهارده. لا لا ده انا بهزر معاكي يا حبيبتي، بهزر معاكي. بقول باسم وهتصل بالبوليس. لا حطهم معايا. واحد 02 بوليس. ايوه في واحد بيتحج معايا في بيتي. يا نهار اسود يا بنتي. حاولي يا بنتي. لا يا نهار اسود. هصوت هصوت وربنا بس ما ولد عليك ناس. يا دويجت بقى جاي ايه؟ جوه فيه يا سيف. هبلغ البوليس يا سيف. هبلغ اقعدوا ساكتين بدل ما ادور فيكم الضايب. عايز انام. هبلغ عني البوليس يا اسطى وانت قاعد. انت هبلغ. انا هبلغ عنك. بقول لك ايه؟ الو هنطلع الساحل. هنطلع الساحل وجايب لك موزه. الاشياء ولا الطيبين؟ هنطلع الاشرار. موزه الاشرار احسن من الطيبين. اه حلوه بورتيكا. يا سيف بقى سيف هديك يا سيف نص الورث. تستلم وهشتري لك فيلا في الساحل. اسمعني بقى، اسمع 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 بقول لك ايه في الاغنيه. وايه فايده الفلوس وما فيش فوزز؟ ايه؟ لا ما انا ما ممكن ادي الفلوس لي لمين؟ الموزز. ما انت تدي الموزز ده يا غبي وهي هتحبسني انا. ما انا اجيب لك الموزه يا غبي يا غبي. بقول لك ايه؟ انا ماشي. انا من ربنا من قاعد معاك وانت على محنك يا عم. ربنا من قاعد معاك. اقعد يا عم انا ساحب بلا بتاع. انت على محنك. اه ودي اخرتها. عايزين يشغلوني شحات واشتغلت شحات طول اليوم ومش عاجبهم برضه. فاكر تعمل لايك شير في القناه وتفعل الجرس، وزي ما قلت لك هتلاقي لينك قناتي الجديده في الديسكريبشن. يلا سلام.